طيب عشان الحلقه دسمه جدا فخليني ابتدي معاكم برتم سريع شويه واقول لحضراتكم اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه. النهارده في الدوري الانجليزي عدد من اللقاءات الهامه، الساعه 4 ابتدى لقاء كل من برينتفورد مع ايفرتون، الشوط الاول انتهى بتقدم برينتفورد نتيجه 1-0، ليستر سيتي مع واتفورد، الشوط الاول انتهى بتقدم ليستر سيتي بنتيجه 3-1، مانشستر سيتي مع ويست هام يونايتد مباراه قويه جدا، انتهى الشوط الاول بتقدم مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء من ضربه جزاء حرزها جوندوجان. اما مباراه بيرنلي وتوتنهام هوتسبير واللي كان المفترض انطلاقها في تمام الساعه 4 عصرا ايضا في نفس التوقيت تم تاجيلها بسبب سقوط الثلج وسوء الاحوال المناخيه، فهيتم تحديد موعد لاحق ليها. اما المباراه الاخيره النهارده وهي قمه الجوله هتكون ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الستانفورد بريدج الساعه 6:30 مساء، مباراه قويه جدا جدا جدا. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما فيما يتعلق بالدوري الاسباني فالنهارده ايضا في عدد من اللقاءات، ريال بيتيس مع ليفانتي انتهى الشوط الاول بتقدم ريال بيتيس بنتيجه 3-1، الساعه 5:15 اسبانيول هيلاعب ريال سوسيداد، الساعه 7:30 قادش مع اتلتيكو مدريد، والساعه 10 بالليل ريال مدريد مع اشبيليه. الدوري الايطالي، اودونيزي مع جنوا تعادل سلبي الشوط الاول، او انتهت المباراه التعادل السلبي بدون اهداف، ميلان مع ساسولو، ساسولو متقدم على ميلان بعد انتهاء الشوط الاول بنتيجه 2-1، وسبيزيا مع بلونيا تعادل سلبي بدون اهداف لسه المباراه ما خلصتش، روما الساعه 7 مع تورينو، ونابولي الساعه 10:15 مع لاتسيو. دي اهم وابرز اللقاءات في مختلف الدوريات العالميه والدوريات اللي بتبقى مثيره جدا جدا وبيتابعها كم كبير من جماهير الكره حول العالم.